تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن أرقام التواصل معنا نخبركم عنها، ولكن قبل ذلك نرحب بفريق العمل عندنا في التنسيق. ميرا الخفلي، صباح الخير ميرا، مستانسة اليوم ما شاء الله، الجو جميل والحياة حلوة، بوجودنا مشكورة. أيضا ويانا في الإخراج أيمن سرحيل، وكل الشكر لمعد حلقتنا اليوم يوسف سعد. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. نبتدي برنامجنا بتذكيركم بأرقام التواصل. معانا اليوم دكتورة ندى الملة، صباحك الله بالخير. يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح الثلاثاء الجميل، والجو رايد ما شاء الله برا والجو جميل بس حر، ها شوي بدا يحر الجو امس اليوم. ان شاء الله ان شاء الله يكون بشرة امطار ان شاء الله نتمنى، واهم شيء تحافظون على صحة عيالكم، مو وقت مسبح وبحر لان الجو شوي متقلب عشان الكحوز الشام. فذكركم اهم شيء بارقام التواصل. انت كنت في البحر شيء؟ لا والله بس رقط الفيروس من العيادة، فسمحوا لي صوتي شوية في على قولت امي خرخشة صغيرة اليوم على 600 هي هل شيء. المهم أرقام التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006 4006. ضيفتنا جاهزة ما ترد، زين نحن ما نطلع شوي نتكلم عن دراستنا لليوم دكتورة، ولكن قبل ذلك أنا بس أبغي أنوه إذا أن نحن في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. نعم. مترشحين من خلال مبادرتين. نعم. شو هي المبادرات؟ اللي هي مبادرة تقنية دبي لترميم الصمام التاجي ومبادرة الصيدلية الذكية. الصيدلية الذكية. إذن يعني نتمنى من اللي يسمعونا واللي جربوا هذه الخدمات زين وتعرفوا عليها، ونحن أيضا من خلال سير الحلقة اليوم منعرفكم على يعني الصيدلية الذكية. صحيح. وأيضا تفاصيل هذه المبادرة الجميلة اللي اختصرت وقت الانتظار في الصيدلية من 20 دقيقة إلى 2 دقيقتين. صحيح. يعني إنجاز كبير حققوه الجماعة جزاهم الله خير في هذا المجال. فممكنكم تصوتون لهذه المبادرتين. نعم. اختاروا مبادرة وإن شاء الله يعني تكون يعني نتاج لهذه الجهود الكبيرة اللي بذلت. وبعدين أنتم مبروكين بعد البارحة، يعني دشنتوا صيدلية ذكية في مركز ند الحمر. في مركز ند الحمر، يعني هذه بعد إن شاء الله منشوف الصيدليات الذكية في كل مراكزنا الصحية. إن شاء الله. إن شاء الله. حاليا متواجدة في البرشة. حاليا في ند الحمر. في ند الحمر. وقريبا في البرشة إن شاء الله. قريبا في البرشة. إن شاء الله. وقريبا جدا إن شاء الله بعد كذلك في كل المراكز إن شاء الله. الصحية. إن شاء الله. طيب خلينا نذهب إلى فقرتنا التغذوية. اليوم نتكلم عند الوحام عند الحوامل مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي ست البنات محمد. صباح الخير ست البنات. صباح النور، يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك. اهلا. الحين انا يعني ها على طاري الوحام عند الحوامل، العاده هذه الفتره اللي يتمون فيها يستغلون الرجال المسكين. الرجال المسكين اللي كل شيء بيسوي للحرمه لازم يستغلوه. هي 9 شهور فقيره تستانس فيهم عشان بعد هذا خلاص تستانس. شو لا تستانس شويه، وين تبغي لوز اخضر في 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 الشتاء؟ وين يبولا لوز اخضر في الشتاء ان شاء الله؟ ايش عرفك منو قال يقول لوز اخضر الحين؟ بنات يتوهمن على تيراميسو، تشيز كيك، لاتيه، ميلك كيك. الحين هذه الموضه الهبه الوحام ترى. زين ست البنات الحين هذه الموضه على قولة دكتوره ندى، هذه الموضه صحيه ولا مو صحيه؟ نبغي نعرف
عن التغذية بالنسبة للوحام عند الحوامل. والله طبعا الفترة صحية هي أساسا الفترة بتبدأ من السادس لل 12 أسبوع الأولى وبتكون ده وضع طبيعي يعني دخول جسم غريب وهنا في تغيير في فيزيولوجي في الجسم بيكون من ناحية هرمونات من ناحية إنزيمات بيكون في تغيير وتبقي يعني زي الغثيان بتاع الصبح يعني يكون موجود هاي وحاجة بسيطة يعني وبيعدي بعد ذاك يعني بعد 12 أسبوع المفروض يكون ما في حاجة بيكون الجسم يتعود وخلاص الوحدة ما في وحام صحيح أحيانا صح بيزيد صحيح هي بيزيد بعد ذلك دي تكون حاجة يعني وضع يكون ثاني يعني ما مش غير طبيعي لكن بيكون احتمال يعني هي من الأول كانت عندها مثلا مشاكل في المعدة احتمال كان عندها مثلا فقر دم احتمال يكون في أشياء تانية بتأدي إلى إن مثلا الواحدة صح الفترة الطول وحتى الفترة الأولى هي بس يدوب يعني لوعة أو أحيانا حاجة صفرة بتطلع بسيطة صح بس لما تزيد لا بيكون في يعني ترجيع وبيكون في يعني تحصي في الجسم وبينقص الوزن بتاعه وهاي هل هي بيقول عليها الهايبرميسيس اما هاي دي بيقول عليها غثيان الصباح وال يعني لوعة كده في الصباح كيف مفروض الحامل تنظم أكلها عشان تتفادى الوحام أو يخف عنها الوحام دائما مثلا نقول أكلي خمس وجبات سوي طقوس معينة في الأكل أيوة صح هي المفروض تكون في وجبات خفيفة ومتعددة يعني ما يعني تترس معدتها وفي نفس الوقت تبتعد عن بعض الأشياء صحيح يعني مثلا بتلقى الوحدة في فترة الوحام تقول لك ها زي ما قلت حب عصائر وتشرب بيبسي وسكريات وبطبيعة الحال السكر والدهون والحاجات دي بتعمل لوعة صحيح وبالتالي بتكون هي اللوعة يعني تكون هي مشتهية الشيء بتاخده بس بعد شوية بترجع وبعد شوية بتتعب الشيء الثاني عندنا إذا كانت هي امتنعت عن الأكل أو الشرب المية حتى المية تقول لك لا هي لا دارت تذوق طعمها ولا دارت هنا بيكون في الحالة دي بيكون في جفاف بيحصل لنا الجفاف اللي هنا وبعد ذاك لا إلا تحتاج تدخل المستشفى وبعد ذاك لازم تاخذ سيالات دربات وهي الأشياء على أساس إنه قصة الجفاف الشيء الثاني إذا كانت إنها برضو فترة الوجبات متباعدة يكون في الحامض حامض الهيدروكلوريك اللي هو حامض المعدة طبعا بيكون في الطبيعة هو بيختلط مع الأكل ومع الوجبة وبيكون ما له تأثير يعني بتحس فيه وهي بس لما تكون ما في أكل معناته بيفرز بيكون بكميات كبيرة وبالتالي صحيح. لما تصحى الصباح بتكون كمية كبيرة بتاع الصفار وبتكون في حرقان وفي ألم في المعدة وهي الأشياء عشان كده احنا بنقول كل ساعتين أو ساعتين ونص يعني هي تاخذ وجبة وجبة خفيفة يعني مثلا ممكن تقوم من الصباح تاخذ لها بسكويت ودائما يكون يعني ما دهني احنا بنقول بسكويت المالح الكركز هاي لأنه خفيف اللي هو لا فيه دهن لا فيه سكر صحيح متعادل ممتاز مثلا ساعتين كده ممكن تاخذ كوباية حليب اللي هي برضو لا باردة لا حارة ممكن تكون قليلة الدسم أخذتها بعد ساعتين ممكن تاخذ بيضة مسلوقة مفورة هذه مقضية حياتك الأكل كل ساعتين تأكل هالشيء قالت بسكوتة وبيضة تقول كل ساعتين تبلع لها شيء يعني بسيطة الله لا يوليك على حريم بتكون بسيطة ما تكون كثيرة يعني ما بتكون يعني بكمية وبعد ذلك بتكون ممكن أحيانا في الفترة الأولى في البسكويتين بتكون لسه دي هي ما نشت من السرير يعني أما بعد ذلك بتكون لا يعني خلاص استعدت يومه بعد ذلك بدأت طيب. ست البنات نختصر الموضوع في جملة تبغين توجهينها كنصيحة للمرأة الحامل عند الوحام والله أنا بقول إنها من قبل ما إنها تبدأ الحمل لازم تكون مخططة على أساس إنها هي هتحمل وحتكون تجيها فترات زي دي المفروض تكون متغذية كاملة الغذاء شكرا من ناحية الدم ومن ناحية كل شيء شكرا لك يا ست البنات محمد أخصائية
اقول لك انت الحين عندنا انت ست البنات ولا ست الكل؟ ست البنات مكي. في عندنا بعد اللهم صل في اخصائيه تغذيه بعد اسمها جميل من السودان الشقيق. انا على فكره صار الويكند هذا صار السودان بعد ان شاء الله. والله اسامينا كلها حلوه. شو يبون صوغه من السودان ست البنات عشان نوصي محمود؟ شو يجيبون هدايا؟ والله كثير يعني في كركديه وفي ست البنات. مع السلامة. يلا شكرا لك. سعيد نهارك سعيد. مع السلامة. إذا أنت وصلنا عند الكلام المهم. ها يوم عند الصوغة وهذا اللي قالته كده مش مهم. أنا برجع أتكلم معك عن موضوع الوحام إن شاء الله. ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا أرقام التواصل معنا دكتورة على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تبغيني أعالج؟ أنا أعطيك أدوية شيء وصف لي علاج حق الصوت. أقول لك شيء؟ لا أنا يعني من على طاري العلاج والدواء البارحة دشنت هيئة الصحة بدبي أول صيدلياتها الذكية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مركز ند الحمر الصحي اللي هي دكتورة ندى الملا مديرة هذا المركز. طبعا شكراً هذه الصيدليه حط لها صفقه حط لها شيء ايه تصفيق بديك زين. المهم هذه الصيدليه هي الخامسه اوكي متاخره هذه زين. هذه الصيدليه هي الخامسه بعد صيدليات مستشفيات راشد دبي لطيفه في راشد في صيدليتين صحيح. طبعا هذه نقله نوعيه على مستوى الخدمات اللي توفرها مراكز الرعاية للجمهور وأيضا الهيئة لجمهور المتعاملين في مختلف يعني إمارة دبي. نعم. الصيدلية الذكية فائقة المستوى بتقنياتها وقدراتها الاستيعابية الكبيرة. أنا في وايد أرقام وايد أشياء يعني طرحناها في بداية الحلقة ولكن أنا باخذها مع الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية معنا في هيئة الصحة بدبي معنا عبر الهاتف. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالخير أخي محمود. قبل ما نبتدي هذا الحوار هلا فيك دكتور. ألف مبروك دكتور لترشيحكم للفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية وفالكم إن شاء الله الراية والفوز إن شاء الله تعالى. طبعا هذا بتعاون الجمهور وتصويتهم. لكن قبل أن ندخل في موضوع الجائزة كذلك دكتور خلينا نتكلم كيف ولا إلى أي مدى نجحت الصيدليات الذكية في خدمة الجمهور وخفض وقت الانتظار. يعني أنتوا ما شاء الله صرف الدواء الحين في ساعات أو مع بعض الكاستمر في أقل من دقيقة صار فيه للدواء وقبل كان يعني وقت الانتظار يتجاوز يعني أو يصل لين 20 دقيقة. نقلة كبيرة ونوعية في الخدمة فخلنا نتكلم عن هذا الموضوع. أول طبعا شكرا أخ محمود على السؤال. أول شيء إحنا شرفنا طبعا ترشح في المبادرات رواية حمدان بن محمد. الشيء الأولاني طبعا الصيدلية الذكية في هيئة الصحة طبعا نجحت نجاح كبير في المنطقة مش في الدولة وإنما في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط وهي قد تكون من أوائل يعني الصيدليات الذكية في العالم حتى. الهدف منها طبعا أن تقليل انتظار المرضى وهي الحمد لله عندي 70% من مرضى 70% لا ينتظرون يعني الصفر انتظارهم يجي يعني دواء جاهز يأخذ الدواء مالي والباقين عندي أن انتظار لهم لأن في مثلا تعديل في الوصفة في اتصال مع الطبيب في شيء معين تفاعلات فعندي حوالي 30%. هاي كلها المهم أنا عندي في الآخر عندي كل واحد كل مريض ينتظر فقط دقيقتين قلت انتظارهم معناته قلت زادت مرضى العميل والإسعادة بس مو بس هذا هو الانتظار. احنا أنا عندي شيء مهم وهو ما في أخطاء طبية لأننا اعتمدنا على الترميز الباركودينج والجهاز يتعرف على الباركود ويتم صرف الدواء بالباركود
وبالنظام النظام الالكتروني كامل، فما في عندي خطا طبي في صرف الدواء. صحيح. ما عندي اخطاء طبيه تحصل مثلا وانا دوايين لهم متشابهه بالغلط الصيدلي يشيل العلبه الثانيه بدل هالعلبه. فما عندي، انا اعتمد هنا على تمييز على باركود، فما عندي خطا طبي في هذا، وهذه قللت من اخطاء طبيه في صرف الادويه، معناته عندي المحصله العلاجيه افضل. ثالث شيء وهو مهم جدا، هدف الصيدلي، هدف احنا العلاج مش بس الطبيب يكتب الدواء، الطبيب يعني شخص المرض صحيح، كتب الدواء صحيح، لكن لما يجي الصيدلية وهي المحطة الأخيرة، الصيدلي ما كان عنده الوقت الكافي سابقا انه يشرح للمريض كيف يجي استخدام الدواء، فالمريض ما عنده الثقافة الكافية والعلم الكافي بكيفية استخدام الدواء، هل يستخدمه في أي وقت، كيف يستخدمه، متى يستخدمه، خلطة الدواء، خلطة الدواء معين، فكل هالأشياء ما عنده الصيدلي، ما يعرفها الصيدلي، المريض ما يعرفها. فهني أعطت مجال للصيدلي أنه هو يمارس مهنته الحقيقية، وهي اللي هي اللي يسمونها تعليم الدوائي والصحي للمريض. فالصيدلي أصبح عنده وقت كافي أنه يقضيه مع المريض لعلمه كيفية استخدام الدواء. لما يطلع المريض هو ما أخذ الدواء صحيح، متشخصه صحيح، وعارف كيف يستخدم هذا الدواء الآخر، هذه تنطلق شنو يكون محصلة علاج أفضل، معناته يكون لها عائد على رقم واحد، على الصحة، صحة المجتمع، ثقافة المجتمع، ثقافة المرضى، حتى على زيارة الأطباء، يعني يكون هناك الضغط على الأطباء بقل، لأن المريض ما بيحتاج إنه والله عنده مشاكل ثانية بيرجع للطبيب فيها، فبتقل على زيارة المرضى، معناته بتقل حتى إدخالهم المستشفيات. نعم. معناته في هناك يعني عائد مادي، يعني تقليل من التكلفة، وفي نجاح في المحصلات العلاجية، في نجاح في العلاجات، في نجاح في المحصلات الدوائية. إذا ننتهي إلى مجتمع صحي أفضل، و يعني تقليل الصرف العلاجي لأن الصحي، ومجتمع راضي عن الصحة. دكتور علي، لو ممكن ذكر الناس بأن هالمبادرة ترشحت، وكيف ممكن يصوتون لها، كيف طريقة التصويت عشان نحفزهم أنه يصوتون، وإن شاء الله إن شاء الله يكون فانا الفوز. في طبعا يدخل عندنا في تصويت، اللي هو لينك للتصويت، ممكن يدخل على جوجل، ممكن يدخل بالتصويت العادي، ويدخل على طبعا الجائزة، و طبعا يصوت، يعني صوت، طبعا في عنده يدخل وبعدين يسأله هو رقم تلفون موبايلك والسن، وهل أنت مثلا موظف حكومي أو لا. هذه مسألة مهمة بالنسبة لموظفي حكومة دبي، التصويت ما رح ينحسب. أي حد موظف في حكومة دبي ما راح ينحسب له التصويت. صح. نحن بس بيشوف الفيديوهات كلها لكل المبادرات دكتور. صح. صحيح، يشوف الفيديوهات وبعدين يختار الفيديو اللي هو هذا. طبعا نكون أعطي لهم كود معين، المسج يأخذ الكود وحطه في يسأل شو الكود مالك، يحط الكود ويضغط هذا إنه يختار المبادرة. وبعدين تأكيد، بس أنا شيء واحد إنهم يشوفون كل تحت كل فيديو في ترشح المبادرة. فرجاء أن يرجعون يعني للمبادرة اللي هي صيدلية ذكية، إذا كان مثلا هي أول واحدة أو ثانية أو ثالثة، أو قد تكون يعني هي يتم دائما يعني تغيير راندوم، يكون بشكل عشوائي. اختيارنا اللي هي الصيدلية الذكية، يرجعون للمكان اللي هي فيه، وكون تحتها تحت المبادرة نفسها في ترشيحها. صحيح. ويأكد عليها، بس يتأكد أنه هو يرشح الصيدلية الذكية. دكتور، أنا قبل أختم معك بعد كذلك في هذا الموضوع، أنا أبغي أتكلم أيضا عن بعض المميزات اللي وفرتها الصيدلية الذكية، مو بس في صرف الدواء ولا في تقليل الأخطاء الخاصة بصرف الدواء، ولكن أيضا في أمور كثيرة ساهمت الصيدلية الذكية فيها، من خلال تخزين الأدوية، أيضا يعني وجود الأدوية في حالات يعني آمنة للوصول إلى المريض. طبعا احنا لما تكلمنا هذا اللي هو الاثر الواضح
لكن أنا عندي آثار ثانية. أول شيء طبعا رضا العميل الداخلي، الطبيب والممرضة والصيدلي، صح. هو أول شيء يؤدي عمله بشيء صحيح، وما في شكاوي من على الطبيب أو على الممرضة أو على الصيدلي، ما في شكاوي، هذا واحد. شيء ثاني أن أنا عندي عماد الجو في الصيدلية أفضل، اللي أو المكان الجو الصيدلية لنا كان الأول عبارة عن شلفات ورفوف، وهذا كان كنت قاعد في المخزن. هذا شيء ثاني. شيء ثالث المهم أنه طبعا أصبح ما حفظها ما حفظ مكان آمن وصحيح، أوكي، وجو وفي جو صحيح سليم. رابعا أن أنا العهدة هذه عندي عهدة أموال فلوس، فهذه أنا عندي فيها تم ضبط هالعهدة، لأن أنا أتعامل مع جهاز مو مع رف، فمثلا بيكون والله في عندي كذا وصار فيهم نقص، لا، لأن الجهاز هو اللي يستلم وهو اللي يسلم في الآخر، هو اللي عنده العهدة كاملة. فما يكون عندي أي يعني عهدة فيها اختلاف في العهدة أو مثلا شيء تسيب في العهدة. اثنين، صيدلية نفسها طبعا تعطي يعني ثقافة وتعطي شكل أفضل، يكون صيدلان عنده وقت يعطي معلومات أفضل للمريض، يعني في هالوقت اللي كان يجيب فيه الأدوية طبعا صيدلان يقضي هالوقت مع المتعامل، يعطي توعية طريقة أخذ الدواء مع أعراض الجانبية وغيرها. وكون طبعا هي الشيء الإيجابي عند الصيدلي اللي هو ممكن يطلع للمريض، لأن لما يكون عايش في جو جيد ممكن يطلع ويبدأ ويعلم المريض بشكل أفضل. صحيح. نحن دكتور علي سيد شاكري لك هذه المداخلة، ومنكون إن شاء الله على تواصل معاكم بشكل مكثف في الأيام القادمة لتعريف بهذه المبادرة. تفضل دكتور. أنا كلمة واحدة محمود، وشاكر لكم طبعا. أنا أتمنى من الجمهور زين يعني يبحث في الصحة والتعليم هي الأولويات الـ يعني المجتمع، وطبعا هاي تهدف صحة المجتمع، واحنا ننظر إلى أولوياتنا. فأتمنى من الجمهور اللي يصوت يبحث عن الأولويات ويصوت الأولوية لنا. ممتاز. نحن شاكرين لك دكتور، ونضم صوتنا لصوتك. دكتور علي سيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، كان حدثنا عن الصيدلية الذكية، هذه المبادرة الجميلة اللي تم ترشيحها لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية. شكرا لك دكتور. شكرا هارك سعيد. شكرا. طيب أنا هني بعد أبغي أقول شغلة دكتورة قبل نسكر هذا الموضوع ونطلع فاصل. يا جماعة الخير، في مبادرات كثيرة، هي ثمن مبادرات حسب ما أعتقد. يعني الهيئة ترشحت بمبادرتين، صحيح. زين، المبادرة الأولى اللي هي ترميم تقنية دبي لترميم الصمام التاجي، هذه تقنية صارت عالمية. دبي يعني أهدت العالم هذه التقنية في العلاج. زين، طلعت من خلال مستشفى دبي من هيئة الصحة بدبي، صحيح. وصارت الحين تقنية يتم عالمية. تعليمها لمختلف أطباء العالم من مختلف جهات العالم، وبراءة اختراع فيها وكل شيء. أيضا الصيدلية الذكية، يعني أنا لما أوصل مثل ما يقول الدكتور علي السيد كل هذه المميزات الكبيرة اللي قدرت هذه المبادرة أن تحققها، جماعة الخير يعني نحن نتمنى منكم أنكم تختارون الشيء اللي بالفعل تحسون أن ساهم في تحسين تجربتكم في الهيئة. بالضبط. على 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 مدى كل صح. على كافة الصعد. بالضبط. صحيح. فاختاروا يعني ما بقول بشكل ان الواحد ما يجامل، لا، اختاروا الشيء اللي انتم تحسونه بالفعل قدم الفائده. بالضبط. والناس اللي حابين يشوفون صيدليه ذكيه، اذا ما شفتوها تفضلوا مركز هذا الحمر وتشوفوا طريقه عملها، بتشوفون كم متوفر من الوقت وكم اليه عملها جميله. تعالوا هذا الحمر وتشوفوها، وبنعطيكم تور من برا تشوفون شكلها وكيف الصيدلان يقدم الخدمه للمتعاملين. فعلا هي خدمه تلمس حياه كل شخص ياخذ خدمه في هيئه الصحه. نحن نتمنى تصويتكم. نعم. مستمعين الكرام، بس أهم شيء
اللي يصوتون ما يكونون من موظفي حكومة دبي. صحيح. لأن حتى لو أنت موظف وهذا يعرفون يطلعونك ترى. إيه في ما شاء الله جزاهم الله خير في مركز نموذج. إيه فما نبى حرام تنظلم المبادرة. إيه عشان الناس يعني تبت تصوت فخلوا الناس ما شاء الله ما في ظلم. وهذه من باب الشفافية كذلك. صح. لما طرحوا هذه المنافسة جزاهم الله خير قالوا إن موظفي حكومة دبي غير معنيين بالتصويت. ليش؟ لأنه يعني تخيل في دوائر بتنظلم بالضبط. عرفتي دائرة فيها 12,000 موظف، في دائرة فيها 3,000 موظف، في دوائر فيها 200 موظف. شو جبه أهلكم من الإمارات الثانية اللي ما يشتغلون في الحكومة، اشرحوا لهم المبادرات وخلهم يصوتون، وفي الموقع في المبادرات كلها بتشوفونها. وعلى فكرة هذه خدمة أنتم تقدمونها يعني. صح. مثل المستشار بالضبط. صحيح. مثل المستشار. صحيح. لان مثل هذا التفاعل في مثل هذا الموضوع اكيد راح يصب لمصلحه الخدمات اللي تقدمها الحكومه. بنطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله عندنا بيكونون ما شاء الله عليهم الاخ عبد الله الفلاسي نائب مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي واعاده التاهيل، وايضا اخصائي العلاج الطبيعي عصام علي الميخي بيكونوا معانا. بنتكلم عن شغله جميله بعد من باب اسعاد المتعاملين. فاصل وراجعين. اسعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معانا في زين في برنامج صحة وسعادة. أنا أضحك لأن في مسجات يعني ما شاء الله عليهم الجماعة متفاعلين معانا. عموما أرقام التواصل معانا دكتورة على 600551414 والرسائل النصية على 4006. البيض يزيد الكوليسترول أم محمد تقول. لا سلام عليكم. من غير ما تكثرون طبعا. لا تكثرون منه. طيب صباح الخير محمود وندى، بصوت بتليفون أمي وأبوي. أعتقد هاي صوتي. أهم شيء صوتوا أمكم. إيه؟ أبوكم أخوانكم جيرانكم اللي ما يشتغلون في حكومة دبي. صوتوا إنزين. صوتوا من يعني ترشيح في، إيه أوكي في التصويت هذا بتقولين صوتوا يعني صارخون. أعطونا صوتكم عند أخواننا الشاميين. لا أعطونا صوتكم. إيه؟ رشحونا. المهم هيئة الصحة بدبي دائما ما تأخذ بمسائل إسعاد المتعاملين. صح. بعين الاعتبار دائما كل عمل أكيد ما دام إن نحن نشتغل أكيد في بيكون في تقصير في أماكن معينة. هذا التقصير زين انطباعات الناس وأيضا السعي نحو سعادة الناس دكتورة يغطي. صحيح. فالواحد يعمل على هذا المجال. مثلا في بعض مراكز الرعاية الصحية صارت 24 ساعة. بالضبط. انزين ليش صارت 24 ساعة؟ لخدمة المتعاملين بشكل أفضل. أوكي. وأيضا في إن شاء الله يا رب يعني حسب الخطة إن شاء الله تكون في توسعات في هذه الخدمات إن شاء الله. اليوم نشهد يعني إعلان تمديد ساعات العمل الرسمي بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لين الساعة 6 المساء. ممتاز. كانوا قبل ثنتين ونص يسكرون. اليوم لين الساعة 6 عندنا نتكلم عن هذا الموضوع أخونا وأستاذنا الكبير عبد الله سعيد الفلاسي نائب مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في الاستوديو. صباحك الله بالخير أخوي عبد الله. صباحك الله بالنور وطاعة الرحمن. وايضا معانا اخصائي العلاج الطبيعي عصام علي الميخي. عصام كيف حالك؟ صباح النور يا هلا. ليش تضحك عصام؟ مبسوط معانا ان شاء الله. انا دائما هيك بضحك. زين هذا روح علاج. صح. الابتسامه. صحيح. الابتسامه واستقبال المرضى بالابتسامه مساله جميله. نعم. عبد الله اول شيء المركز هذا انا اعرفه انه مجهز تجهيزات جميله جدا وآخر وأحدث التقنيات في العلاج الطبيعي موجودة في هذا المركز، وأي حد يتعالج في هذا المركز تكون عنده علاقة يعني مع المركز بشكل كبير. صحيح. لأن في يحسون بتحسن كبير في هذا المركز. أنا أبغى أتكلم عن هذا الجانب، جانب التجهيزات، وبعدها بدخل بعض الأمور التقنية في العلاج الطبيعي. تفضل.
اولا المركز اذا تعرفون عنه بني على انه يكون انبيشن في البدايه، نعم. مؤهل للحالات الاقامه، نعم. بس تم تشغيله على الاوت بيشن، والحمد لله رب العالمين النتائج اللي هي والاحصائيات اللي احنا سويناها مع المرضى، نعم. اثبتت ان المركز نجاح كبير في العلاج، جميل، في للمرضى. وبيست ان طلبات المرضى مثلا يقول لك والله انا يا اخي ما اقدر اي هالوقت، انا شوي عندي مشكله في التايم اطلع من الدوام هذا، بناء على الاحصائيات اللي سويناها حق المرضى، نعم. تبين ان في نسبه جيده اللي يطلبون الدوام المسائي، صحيح. وبيس على هالدراسه رفعنا الموضوع الى الاداره العليا دكتور يونس ودكتور احمد، فاقترحوا علينا ان نمدد الدوام المسائي، نعم. فسوينا بعد مثل بنش ماركت مع المراكز الموجوده اللي تعطي نفس الخدمه، نعم. حدهم من الساعه 6، وهذا يناسب الكبار والصغار، يعني صحيح. سووا له الساعه 8 يلا خلوه يداوم معاكم يباله. والله ما عندي، ما اتشرف بالعكس. والله احنا شوف بدينا في شهر بعد عبد الله مديري بعد احسن من تي، شو ابغي يا سلام شهاده شهاده لنا الشرف طال عمرك ان تكون واحد من ضمن فريق العمل. طيب مستوى تجهيزات المركز، مستوى التجهيزات، شو التجهيزات اللي عندكم في المركز؟ خلينا نكلم عصام بما انه هو اللي انا بضيف شيء. التجهيزات هي موجوده، ما اضفنا شيء جديد لان هي موجوده من قبل مع المركز. عصام يقدر عندكم يفيدك في من ناحيه الميديكال، نعم. البارت اللي في الاجهزه. انزين انا ابغى اتكلم عن هذا الموضوع، موضوع الميديكال بارت بالنسبه لمركز دبي للعلاج الطبيعي. عصام اعطني شو مستوى التجهيزات وشو اللي يميز مركز دبي عن غيره من المراكز المماثله؟ شو يخلي المرضى يحبونكم وايد، يحبون علاجاتكم وايد؟ أول شيء صباح الخير. يعني هي ترجمة سؤالي. لا هو السؤال الأول غير عن السؤال الثاني تماماً. السؤال الأول التجهيزات الموجودة في المركز، هو أهم شيء في المركز موجود عندنا إنه يعني إحنا عندنا كل الخدمات التأهيلية في مكان واحد. جميل. يعني ممكن تلاقي إنه في مراكز علاج طبيعي فيها مثلاً علاج طبيعي وعلاج وظيفي وبس. علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلاج نطق وبس. نعم. احنا عندنا اكثر من 8 او 9 تخصصات. ممتاز، نمر عليهم على السريع التخصصات اللي عندكم. عندنا العلاج الطبيعي، نعم. للاطفال وللادلت اللي هم للبالغين. العلاج الطبيعي عندنا اصابات ملاعب، جميل. عندنا الاصابات العصبيه، اوكي، بكل انواعها طبعا. ممتاز. برضو للاطفال للبالغين، نعم. وبعدين كمان لكبار السن، جميل. عندنا علاج نطق، اوكي، وعندنا العلاج المائي، وهذا أهم ما يميز مركز دبي علاج طبيعي. نعم. بالنسبة للعلاج العصبي أو بالعلاج الحالات العصبية، نعم. قبل سنتين تم إنه إحنا جبنا أحدث الأجهزة اللي بسموها الجيو أو الروبو، روبو ماشين، اللي هي تعليم أو إعادة تعليم، نعم. الناس اللي هم عندهم شلل نصفي أو شلل سفلي، إنه المشي بجهاز الروبوت. جميل. اوكي، نعم. وهذا طبعا جهاز ثلاثي الابعاد وبيمشي كل المشيات اللي هي بيمشيها الانسان العادي، نعم. سواء المشي العادي، سواء المشي الهروله، سواء المشي بخطوات متباعده متقاربه، كله طبعا انه سيستمايز على الكمبيوتر. ممتاز، نعم. ممتاز. هذا اخر اضافه تمت، زائد انه عندنا اللي هو الانتجريشن سنسور انتجريشن روم للاطفال اللي عندهم توحد، اللي عندهم داون سيندروم، يعني حتى الأمراض النفسية أيضا، مو بس العلاج الفيزيائي. وعندنا برضو أخصائية نفسية، ممتاز. أخصائية، جميل. اجتماعية، أوكي، وعندنا الأطباء، قسم الأطباء برضو، وعندنا برضو في المركز، مع أنه إحنا بقول لك مركز علاج طبيعي يمكن ما يحتاجه، عندنا لاب مختبر، نعم، مختبر، نعم. مصغر طبعا، نعم. عندنا صيدلية، ممتاز. أوكي، عندنا emergency doctor for patients and for طبيب الطوارئ، يعني exactly. مثلا للمرضى، نعم. وللموظفين، ممتاز. فاحنا ممتاز. المركز، وعندنا برضه اهم شيء، عندنا ورشه للاطراف، الاطراف الصناعيه، نعم، نعم، جميل. تصنعون فيها اطراف صناعيه، نعم، وايد جميل. هذا الان من الاضافه من
يعني كمركز علاج طبيعي او بلاش كامل علاج طبيعي متكامل هذا. مركز تاهيل بالضبط. متكامل صحيح. فما في عندنا والله مثلا الـ انت مثلا طفل بحاجه مثلا لجبيره نعم. او لو روح سويها مثلا فراش في مركز فراش لا سووا نعم. نعم. عندكم ممتاز. كل شيء له علاقه في التاهيل موجود داخل المركز. بالنسبه للاطفال بس عشان اسال دائما ما تسالون اصغر عمر تستقبلونه كم؟ سنتين. من عمر سنتين وطالع نعم ممتاز. وانت ذكرت ما شاء الله حتى حالة التوحد كله، فلازم يكون هو مشخص عقب الطبيب بيتم حوله على عندكم في مركز العلاج الطبيعي. ممتاز. يعني ممتاز. لازم عن طريق المراكز الرعاية الصحية. نعم. ممتاز. انزين عبد الله بغيت تضيف شيء اظني كنت تكلم عنه. تكلمتني عن التجهيزات يعني ايه؟ المركز الحمد لله كامل مكمل يعني. نعم. بس في عندنا بلان في الفيوتشر ان شاء الله ان نكون نستقبل الانبيشن. ان يتنومون المستشفى المرضى داخل حسب الحالات مرضى داخليين بوست اكيوت الحالات هذه اللي هي وحطينا سكوب اوف سيرفيس حق الحالات هذه يعني مو مش بالعكس كان في دراسه نعم وما زال الموضوع عند الاداره العليا ممتاز للدراسه وهذا قبل ما نكون بس كان في بلان انه يكون هذا الانيميشن انا بعد في ناس يا اخي يقول لك انا ما اقدر اروح وارد واروح نعم. ابغى علاج مكثف ليش ما اقعد عندكم فهذه بناء على طلبات الناس ممتاز. يعني احنا سويناه على حسب الناس واحتياجاتهم يعني 24 ساعه بتشتغلون شيء ان شاء الله اذا الله كتب ان شاء الله بيكون ان 24 ساعه وخاصه يعني مثلا واحد يقول لي انا من الكويت او انا من عمان او السعوديه ابغى سمعت جميل. عندكم علاج نعم توفر العلاج يعني يجيكم من خارج الدوله مرضى لمركز العلاج الطبيعي في ناس كانوا يتعالجون عندنا من عمان او من في في من داخل الدوله ترى يعني في من داخل الدوله بيجي من الفجيره ولا براسخين انه انا كنت لا هو مثلا كان يتعالج برا لانه هو اذا جاي اصلا عشان علاج طبيعي بعد يمشي هذا الدرب كله في السياره هذا متعب بالنسبه هي الفكره الفكره وين الفكره انه هو بيكون اصلا تم ارساله للخارج للعلاج لحاله معينه اوكي الان لما يصير في ارسال يعني ارسال للخارج بروح على مثلا مصحه المصحه هذه من 8 الصبح لين 8 بالليل جلسات متواصله خصوصا مثلا اذا كان حامل عامل حادث معناته هو بده علاج وظيفي وعلاج طبيعي وعلاج نطق صح فكل وكل هذه الانواع العلاجيه موجوده عندنا في المركز لكن ساعاتنا محدوده المصحات اللي في الخارج طبعا دوامات على 24 ساعه فهم بيغطوا المريض بوقت أقل لكن بيعطوه مثلا 6 جلسات في اليوم أنا خاف الموظفين هناك حين يزعلون عليكم أنتم ما شاء الله تبغوا تسوون المركز 24 ساعة بيقولون هذا بيخلونا نداوم أكثر في فايدة بعدين شفتات مو الهدف شو مو سعادة المتعامل نعم أنا أقول لك يعني يقول لكم ييني واحد يقول لي من الكويت اتصل فيني يقول لي عبد الله يا أخي أنا أبي بس أبقى قعد فترة طويلة صحيح هو يأجر ويقعد في فندق وهذا عشان انه يتعالج مده 3 شهور بالضبط فليش هاي ما تتوفر عندنا فالحين ان شاء الله ان شاء الله نحن نتمنى ان هذا الشيء يسوونه في اقرب فرصه هني بالضبط. يسال شو اسم المركز وشو رقمه وفي وين المركز اللي انا اعرفه في الصف 2 الصف 2 خلف مركز المنارة؟ ايه خلف مركز المنارة كافتيريا عنتر هنا عنتر صبح كامل لا يا أقول بس كنت ما بقول اسم الكافتيريا أنا ما أعرف العنتر إذا أقل قول اسمه في اثنين أقول مدرسة مو كافتيريا انزين في الصف 2 الصف الثانية نعم خلف مركز المنارة خلف مركز المنارة في شارع الوصل بس تدخل تقريبا داخل هي داخلي هو بس في مدرسة هناك 29B شارع يعني ممكن حتى لو دخل على يعني خرائط على طول بس يكتب دبي فيزيوثيرابي اند ريهابيليتيشن سنتر ارقام التواصل معاكم رقم التواصل هو عندنا 04 502 3500 هذا الاوبريتر عندنا اوكي بيحول اوتوماتيكي اذا وحتى على 800342 اذا تواصلتوا معاهم بعد بيحولونكم كذلك على المركز ومثل ما ذكرنا الحالات تحول من المراكز مراكز الرعايه الصحيه الاوليه الين أو المستشفيات أو المستشفيات ممتاز طيب أنا بس في أقل من 30 ثانية إذا تسمح لي بأخذ كلمة أخيرة من ضيوفنا وبعدها بعد ما نختم تفضل عبد الله أنا بس رسالتي حق المتعاملين مالنا يصبرون علينا شوي ولا يضايقون لأن هي مرحلة هي أول تجربة لنا صحيح ففي أخطاء ما نقول ورضى الناس غاية والتعاون مطلوب طبعا يصبرون علينا شوي وإن شاء الله للأحسن إن شاء الله يكون عندنا إن شاء الله الخدمات اللي هي تسعدهم ان شاء الله ان شاء الله تعالى تفضل دكتور بس الطلب برضه انه احنا الان لما فتحنا الافترنون او فتحنا الشفت المسائي
ما كان في استطاعة انه نفتح كل التخصصات. صحيح. اوكي. لانه في تخصصات عندنا بسموها يوني بيرسون، يعني فيها مثلا شخص واحد. شخص واحد. اوكي. فهذه بحاجة انه يعني نزيد الكوادر البشرية. exactly. ونزيد نزيد الكوادر، ان نحط في كل مكان مثلا زي الهيدروثيرابي. الهيدروثيرابي اللي هو العلاج المائي. نعم. في واحد لل صحيح. لل لل يعني في المستقبل. exactly. يكون ان شاء الله. بس جزاكم الله خير، يعني هذه يعني طلبات احنا كنا ايضا بعد وجهناها لكم في اكثر. نعم. من مناسبة، على اساس انكم تزيدون وقت العيادة، لان في طلب كثير عليكم. نعم. وانتم ناس ناجحين، عشان تي الناس يرغبون انهم يتعالجون عندكم. وانتم جزاكم الله خير انكم خذتوا هذا القرار، فكل الشكر لكم. ايضا كل الشكر للدكتور احمد بن كلبان كذلك على يعني تمديد. دعم. هذه الفتره، والشكر لكل العاملين في هذا المركز. ايضا مستمعينا، قبل ما نختم نذكركم بالتصويت للصيدليه الذكيه. عبر رابط حمدان بن محمد، رايد حمدان بن محمد. شوفوا هذه المبادرة، صوتوا. نعم. للأفضل إن شاء الله. يعني الصيدلية الذكية من المبادرات اللي تمسكم بشكل كبير وطورت الخدمة، فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك ميرا الخفلي كانت معنا في التنسيق، كل الشكر ليوسف سعد كان معنا في الإعداد. أيمن، أنا كله يا أخي أيمن سرحي كله بقول لك أيمن زيدان، أتذكر البواسر والكواسر. إنزين، لأن كان يمثل إياهم ترى. هي إنزين. شو كان شخصيه؟ جندع شو اسمه الشرير هناك. جندع. كل الشكر لك دكتورة. شكرا لك ندى الملة. متى نشوفك بعد سنة؟ ان شاء الله بالحياة الخميس ان شاء الله تعالى. اذا لكم تحية من محدثكم محمود يوسف العري، والى الملتقى ان شاء الله في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.